الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إنه ليوم سعيد بالحقيقة يحلق فيه الروح في سماء ملائكي بمناسبة حلول الحديث إلى قلوبنا الفيلسوف المفكر والمناظر الكبير العالم العربي والعالم الإسلامي الدكتور طه عبد الرحمن. وطه عبد الرحمن ليس ذكر حتى يعرف، لأننا تعلمنا في البحث العلمي أن الأعلام لا يعرفون، والمفروض أن جيلنا والأجيال اللاحقة قد تلقت فكرة طه عبد الرحمن بكثير من الإقبال وكثير من الإعجاب والمطالعة والاطلاع على هذا التراث الفكري العظيم. لا نقول ذلك جزافا، بل نقول ذلك من باب الصدق والقناعة الفكرية العميقة، لأن كل من يعرف صيرورة تاريخ الأفكار في العالم الإسلامي، تاريخ الفكر الإسلامي منذ تأسيسه في اللحظات الأولى وتشكله في القرن الثالث والرابع إلى لحظة الرازي وما أحدث لحظة الرازي من ردة فعل، سواء من ابن خلدون أو من ابن تيمية، أو لحظة الإصلاح التي مثلها عبده والأفغاني اللذان حاول أن يستأنف القول الفلسفي وتجديد الفكر الإسلامي، تجديد أصوله في ضوء ما جد من معارف وفي ضوء ما جد من محدثات حضارية لم تكن حاضرة في عصر الغزالي، إنما حضرت واستجدت بغلبة بالغلبة الأوروبية وبالغزو الأوروبي للعالم. أنا أعتبر أن لحظة عبدة ولحظة الأفغاني هي لحظة حاولت أن تصلح وحاولت أن تجدد وأن توائم بين القديم والحديث، ولكن إلى حدود وقد قدمت هذه التجربة حتى طرح السؤال لماذا فشل الإصلاح؟ ثم جاءت لحظة للفكر الإسلامي مثلها باعتباري الخاص هي لحظة محمد إقبال الذي حاول أن يجدد الفكر الإسلامي، كتب كتابه المشهور تجديد التفكير الفلسفي الإسلامي، وهي محاضرات ألقاها يلقي أضواء على الفكر الإسلامي تصوفا وكلاما وفلسفة وفقها بأنظار حديثة بأنظار فلسفية حديثة. فلا غرو أن الرجل نهل من الفكر الحديث ومن الفكر الفلسفي الحديث، فهو فيلسوف الإسلام بلا منازع، ولكن هذه اللحظة في حد ذاتها يمكن لم يكتب لها أن تنجح، وجاءت لحظة الأحباب ولحظة اللحظة العلمانية كذلك التي أرادت أن تقول رأيها تقول فكرها في التراث الإسلامي وفي العقل الإسلامي. جاءت لحظة العربي والجابري ومن قبلهما الدزيني وأنور عبد الملك، كل هؤلاء أدوا بدورهم في مجال التحليل، سواء التحديث العقلي أو الثقافتي أو تحديث المجتمع وتحديث الحياة العربية الإسلامية بما تابها من ركود وتابها من احتراز. أنا شخصيا أعتبر أنا متابع مثقف متابع
لتطورات الفكر الإسلامي وتطورات الساحة العربية منذ 30 سنة، أعتبر أن لحظة قطاع عبد الرحمن هي لحظة مميزة، لأنها لحظة المفكر الواعي الذي حاول أن يستأنف القول الفلسفي انطلاقا من إيمانه بأصالته وبهويته الإسلامية العربية وامتلاكه لهذه الثقافة ولهذه الأصول امتلاكا كبيرا وجيدا، ثم ليضيف عليها امتلاكه للفلسفة الغربية وللفكر الغربي امتلاكا. فهو أستاذ المنطقيات في الفلسفة اللغوية وأستاذ الفلسفة الغربية بامتياز، وهو الرجل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم وبسطة في أدوات العلم منها اللغة، إتقانه للاتينية ولليونانية وهي اللغات الميتة التي استطاع أن يطلع بها على الفلسفة اليونانية مباشرة، مع إتقانه للغة الألمانية وهي لغة الفلسفة، الفلسفة الألمانية بالدرجة الأولى مع الفرنسية والإنجليزية. هذا هيئ الله سبحانه وتعالى بما أوتي من معارف اللغة ومعارف بالفلسفة الغربية وبإيمانه بخصوصيته وهويته ليقول قولا فكريا فلسفيا متميزا، لأن المفكر الأصيل يمتاز بالتميز والخصوصية. هذا هو طه عبد الرحمن في اعتقادي الذي تعرفت عليه منذ ما يزيد عن 20 سنة، وأنا أستاذ في جامعة الزيتون ألتقط اللحظات، ألتقط المفكرين الذين يؤصلون كياننا ويؤصلون فكرنا خروجا من الغربة التراثية ومن الغربة الحدثية في الغير وصولا للتراث. طه عبد الرحمن هو هذا الرجل الذي كنا نبحث عنه، ولذلك اليوم حلوله بجامعة الزيتونة هو يوم عظيم ويوم مبارك لا يقل قيمة عن حلول محمد عبده المحلة بجامع الأعظم سنة 1903، ولما أعجب محمد عبده بالنخبة الزيتونية الإصلاحية ووجد أن هذا المشروع مشروعه الإصلاحي قد وجد صداه في تونس ولم ينجح في مصر، ورفع يد سالم أبو حاجب في وسط صحن جامع الزيتون اللي يقول له أنت أبو التونسيين ولست أبو حاجب. هذه اللحظة الثانية يزورنا علم، وأنا دون أن أكون راميا بورود يزورنا مفكر من حجم كبير وكبره سيتعاظم بعد وفاته بعد عمر طويل، أن الرجال لا يعرفون إلا بعد أن يذهبوا عنه. هذا رجل باعتقادي سيمثل نقلة نوعية في تاريخ الثقافة العربية في تاريخ الفكر الإسلامي، إنه طه عبد الرحمن غزالي هذا العصر الذي جمع بين المعرفة بالآخر والمعرفة بالآخر. فلا أحد باعتقادي يجسم وتتجلى فيه هذه الصفة كما تتجلى في طه عبد الرحمن، الذي نشكره على تواضعه وعلى علمه وعلى سعة صدره. وقد حاولت لسنين أن يزورنا في جامعة الزيتونة وأن يحاضرنا لحاجة تونس إليه وحاجة الزيتونة إليه، علما بأن في الزيتونة أستاذ نخبة من الأساتذة ومن الطلاب هم في أمس الحاجة، وهم قادرون على أن يتلقوا هذا الفكر وعلى أن يتفاعلوا بهذا الفكر لينتجوا إبداعا إسلاميا وعاصرا. سيكون ضيفا علينا لمدة 3 أيام، مدة 3 أيام، وهذا ليس بالأمر الهين أن يقبل زيارتنا
لمده 3 أيام وهو في حاله صحيه دائما دكتور مريض شفاء الله طول في عمره. سيحاضرنا اليوم بمحاضره حول الدين والعقل في الصباح، وستكون ندوه فكريه مفتوحه بعد ان يلقي محاضرته، حوار مفتوح ونرجو ان ياتينا الحضور اكثر. ثم في المساء الخامسه بعد ان يرتاح سيحاضرنا حول العقل والقلب. اما يوم الثلاثاء غدا ان شاء الله سيحاضرنا بمحاضره بعنوان القران والترجمه، وهو رجل يتقن الترجمه ويتقن اللغه الفرنسيه واللغه الالمانيه، سيحدثنا وله كتابا طبعا حول الفلسفه والترجمه وله نظريه حول الترجمه كيف نترجم النصوص. ثم محاضره في المساء غدا ان شاء الله، ويكون اللقاء مع الدكتور مصطفى مرافق، المرافق له هو دكتور وباحث كبير، سيعرفنا بمركز مغارب، مركز مغارب الدراسات في الاجتماع الانساني، سيقدمها الدكتور بنفسه. ويوم الاربعاء وهو نصف الختام سيحاضرنا الدكتور طه عبد الرحمن بمحاضره عنوانها الاخلاق والعالميه. ورغبة الدولية وأستاذ يدرس المصطلحات ويترجم المصطلحات، وبالمناسبة الرحمن هو الذي وضع مصطلحات الآن استعيره المجال التداولي، وهذه كلها هذه مصطلحات طه الرحمن وضعها في السبعينات، هو وضع ناحية المصطلح وناحية المبين. إذا الأخلاق والعالمية. ثم في المساء يوم الأربعاء الخامسة مساء إن شاء الله ستكون ندوة مشتركة مع الدكتور مصطفى المرافق مشكور والدكتور طه عبد الرحمن حول صلة العلم بالفكر. باسمي الخاص باسمي أساتذة جامعة الزيتونة وطلابها وموظفيها وعمالها، وحتى باسمي تورز الثورة رحل وفيلسوف من فلاسفة هذا العصر الذي نتشرف بالتعرف اليه والجلوس اليه. فاليه الكلمه، ولكن قبل ذلك الطلبه يريدون ان يلقوا كلمه ترحيبيه للاستاذ طالبه زينب خنيسي.